عليكم جميعا على قناتكم، قناة المقهى الرياضي، قناة الجمهور الجزائري، الكرة الجزائرية، اللاعبين الجزائريين والمنتخب الوطني. مرحبا بكم جميعا أحبتي. اليوم راح نتكلموا عن الأرقام اللي حققها المنتخب الوطني الجزائري، لأني سمعت الكثير ينتقد ولا مشرف الحال عن أداء المنتخب الوطني في الكاميرون. سبقنا وأن قلنا لكم هذه مباراة نفوز بها ولا نلعبها، ما يهمنيش الأداء، مثل هذا الأداء في مباراة أخرى صدقوني راح نكون أول من ينتقد، لكن في هذه المباراة بالذات أنا نقول من هذا المنبر برافو الكوتش جمال بن ماضي، وراكم راح تعرفوا علاش نقول هذا الشيء أعزائي المشاهدين. بداية ما تنساوش الصلاة على حبيبي صلى الله عليه وسلم. وأنت عزيزي المشاهد اللي ماكش مشترك معنا اشترك معنا الآن، وأنتم أحبتي ضغطوا على اللايك، ديروا الإعجاب، دعموا الفيديو باش نبقاو نقدم لكم كل ما يمكن أن نقدمه لكم. نعود بعد الفاصل، لا تذهبوا بعيدا. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين. إذا دون إطار نروح مباشرة لصميم الموضوع، النقطة الأولى أو الرقم الأول أو الإنجاز الأول. يا جماعة المنتخب الكاميروني لازم تعرفوا بأنه لم ينهزم على أرضه منذ سنة 1998 ضد غانا، مباراة تصفية كأس أفريقيا في غانا سنة 2000، اللي بعدها لما غانا نظمت البطولة تم إلغاء المباريات. يعني حتى على الورق كاميرون لم تنهزم في سنة 1998، بل آخر هزيمة لها في أرضية ميدانها كانت في السبعينات على ما أعتقد سنة 1978. لكن معليش أنا أقول سنة 1998 ما دام لعبت على البساط وخسر المنتخب الكاميروني. ليس ذلك في حسب أحبتي، بل المنتخب الكاميروني لم ينهزم أبدا، ما خسرش كامل على الأرضية تاعو في تصفية كأس العالم. هذه أول مباراة يخسرها المنتخب الكاميروني في تصفية كأس العالم على أرضية ميدانه. يجي واحد يقول لك معليش يعني هذا المنتخب راهو الآن ضعيف، المنتخب الكاميروني ضعيف كنا فزنا عليه. يعني تجوا تصوروا لي على انه المنتخب الكاميروني كان قوي في كل الفترات الماضيه؟ لا اعزائي المشاهدين، المنتخب الكاميروني كان قوي في بدايه الالفينيه، بعدها غاب طويلا ورجع سنه 2017 لما فاز بكاس افريقيا، والان بدا يطلع مستواه. نذكركم كذلك اعزائي المشاهدين ان المنتخب الكاميروني الحالي وصل الى نصف نهائي كاس افريقيا الماضيه، ولعب امام منتخب بوركينا فاسو، تعادل معاه وسجل عليه هدفين، وزاد تعادل معاه وفاز عليه في اللقاء الترتيبي وسجل عليه 3 اهداف. يعني انه المنتخب الكاميروني هذا اللي لعبنا له سجل 5 اهداف على منتخب بوركينا فاسو في دوره واحده، واللي ما قدرش يسجل علينا اي هدف في الملعب تاعو لانه الخطه الدفاعيه تاع جمال الماضي كانت محكمه. هجوميا نعم الاداء تاعنا كان متوسط وممكن سيء، الاستحواذ كان سيء، لكن يا جماعه احنا كنا دائما نقولوا وقبل المباراه انه لازم ما نستقبلوش هدف. نعم ما استقبلناش هدف، ليس ذلك بحسب، بل سجلنا هدف. هذا شيء مهم جدا، المباراه هذه لازم نعرف واش ندي منها، لازم نعرف الهدف تاع من هذه المباراه، وبالتالي نقول برافو للكوتش جمال بن ماضي. نروحوا أعزائي المشاهدين للرقم الثاني اللي حطمه واللي حقه المنتخب الجزائري من خلال هذه المباراة. هذا الرقم هو نقوله بدرجة كبيرة جدا هو فردي للاعب إسلام سليماني. لماذا؟ لأنه إسلام سليماني بهذا المباراة في هذه المباراة سجل الهدف رقم 17، الهدف اللي سجله هذا ما يعني أنه ناقصه هدف واحد فقط باش يعادل رقم ديدي دروغبا ويصبح الهداف التاريخي لتصفيات كأس العالم في المنطقة الإفريقية. لما نتكلم عن المنطقة الإفريقية نتكلم على رجيميلا، نتكلم على إيدو، نتكلم على دروبا، نتكلم على يايا توري رغم أنه مش هداف، نتكلم على إيمانويل أديمايور، نتكلم على جورجوية، يعني لاعبين أموكاشي كذلك أوكوشا، لاعبين عالميين يا جماعة، أبيدي بيلي وزيد وزيد وزيد، يعني لاعبين عالميين الآن، حتى محمد صلاح وماني، يعني لاعبين عالميين الآن. سليماني سيصبح الهداف التاريخي لهذه القارة لما نعرف اللاعبين العالميين والنجوم العالميين تاع القارة الإفريقية ونقولوا بأن إسلام سليماني هو الهداف تاع هذه البطولة. يعني هذا يعني الشيء الكثير والكثير والكثير. برافو يا إسلام سليماني، إن شاء الله يسجل الهدف في تشاكر ويصبح الهداف التاريخي للقارة الإفريقية مثل ما هو الآن، كما راه الآن الهداف التاريخي تاع المنتخب الجزائري، واللي زاد سجل الهدف
40 وإن شاء الله يزيد ويزيد، اللهم زد وبارك. رئيس البولحي الآن عادل رقم اللاعب تزيري بلال ب 88 مباراة دولية ويصبح الثاني في تاريخ الكرة الجزائرية، في حين راه الآن مع الأخضر باللومي أكثر لاعب لعب مباراة رسمية مع المنتخب الجزائري ب 72 مباراة، يعني أنه في مباراة الإياب البولحي بحول الله راح يصبح أكثر لاعب لعب مباريات رسمية مع المنتخب الوطني ب 73 مباراة. ليس ذلك فحسب، مبولحي لو نتأهل إن شاء الله وبحول الله وبإذن الله إلى كأس العالم ونحن قاربون إن شاء الله ربي وفقنا، راح يكون اللاعب الجزائري الوحيد اللي لعب 3 مونديالات 2010 2014 2022 إن شاء الله. هذا رقم مميز ومميز جدا. نرجع الآن للنجاح الهجومي تاع إسلام سليماني. إسلام سليماني أحبتي، هل تعرفوا أنه آخر 11 مباراة مع المنتخب الوطني كان عنده مساهمة في 10 أهداف، يعني سجل 9 أهداف وكان عنده تمريرة حاسمة، هذا شيء مميز ومميز جدا. كذلك دائما مع إسلام سليماني الآن يسجل 27 هدف في المباريات الرسمية مع المنتخب الوطني ويعادل رقم عبد الحفيظ الصفاوت، وهذا رقم مميز ومميز جدا. أو مش مباراة رسمية وإنما نقول يعني مباريات تصفيات، يعني كأس العالم أو كأس إفريقيا. إذن مبروك لسليماني هذه الأرقام، مبروك لمبولحي هذا الرقم، مبروك لكل لاعبينا. كذلك جمال الرباطي عنده أرقام، هي المباراة السابعة اللي ما يخسرهاش خارج أرضية ميدانه، الانتصار على ما أعتقد 27 مع المنتخب الجزائري، هذه كلها أرقام مميزة ومميزة جدا. نتمناو أنها تكلل بالنجاح في مباراة الإياب ونفوزوا بالمباراة ونتأهلوا إلى كأس العالم. هذه الأرقام فقط أعطيتها لكم لأني شفت الكثير يتكلم أو ما عجبوش الحال من مباراة الذهاب. نقول لكم يا جماعة ما تنساوش أن المنتخب تاعنا مر بفترة صعبة وصعبة وصعبة جدا في كأس إفريقيا، بهذه النتيجة راح يعاود يرجع بالتدريج إن شاء الله، يرجع المستوى اللي عرفناه عليه ويتأهل إلى كأس العالم ويفرحنا ونفرح معاه، وهذا هو الهدف تاعنا. روحوا للأمام، روحوا للقدام، نحن معكم إن شاء الله إلى قدر بحول الله وبالتوفيق لكتيبة جمال الرمادي وللاعبين الجزائريين. أحبتي أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، حان وقت نهاية رحلتنا معكم في هذا الفيديو، ما تنساوش باش تدعموا الفيديو تاعنا باللايكات، نلتقي في قادم المواعيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.